نحن من أدركه رمضان وعليه أيام من رمضان السابق، فما هو العمل؟ العمل أنه بلا خلاف يجب عليه قضاء ما في ذمته من صيام تركه في رمضان السابق، لقول الله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. فالواجب قضاء هذه الأيام والمبادرة إليها بعد رمضان حسب الطاقة والاستطاعة.